مرحبا يا حلوين، واهلا وسهلا فيكم بقناتي عن جديد. بهذا الفيديو رح اعمل لكم هذا الميك اب لوك اللي هو سموكي ازرق. يمكن اول مره على القناه بعمل سموكي ازرق، فهذا الميك اب لوك عم بستعمل فيه برودكتس من براند اسمه فوكاليور. كثير منكم على انستغرام طلبوا مني اني اعمل ريفيو عن هذا البراند وخبركم عنه اكثر واستعمله، فمشان هيك انا حاستعمل اليوم برودكتس من فوكاليور وكمان حاعطيكم رايي فيهم وحاعمل هذا الميك اب لوك. اذا عبالكم تعرفوا اكثر كيف عملت هذا اللوك خليكم عم تحضروا الفيديو للاخر، واذا كنتوا اول مره عم تحضروا القناه ومش مشتركين بقناتي ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل وتتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام والفيسبوك. وهلا خلينا نبلش بالفيديو اليوم. مثل ما شايفين عملت البيز لوجهي، استعملت الفاونديشن والكونسيلر، ثبتتهم ببودر وحطيت برونزر وعلمت حواجبي. اذا حابين تعرفوا كيف عملت البيز ميك اب فيكم تحضروا الفيديو يلي قبل. هلا حبلش بالكونسيلر، حاستعمل من تارت شيب تيب كونسيلر، حاستعمله كاي شادو بيز. عم بستعمله كاي شادو بيز، فرح احط شوي على الجفن برجع بدمجهم بالبرش. هلا الاي شادوز في عندي تو باليتس، في عندي من فوكاليور هيدي الباليت اللي اسمها اندلس possibilities. هول هن الوانه والسواتش لها كتير حلوين. انا جربت اعمل سواتش على الانستغرام، اللي بتابعني على الانستغرام بيكون شايفهم لهول الباليتس قبل. اعمل سواتش للمات كولرز تبعولها كتير حبيت، حفرجيكم هلا كم لون. والميتاليك كمان كتير حلوين الالوان يلي فيهم لمعه. فهول سواتشز لكم لون من الباليت، هول الاول لونين هن مات وهول الالوان اللي فيهم لمعه كثير حلوين الالوان كثير حبيت، بس بدي اشوفهم على العين كيف بيطلعوا. كمان في باليت ثانيه فيها 12 لون اسمها سو هوت باليت، هيدي هي وهول هن الوانها. كمان حاعملكم سواتش للمات والميتاليك اللي فيها. سو ها هن سواتش كمان لهيدي الباليت، كمان بدي اشوفهم على العين كيف بيطلعوا، هول مات وهول كمان ميتاليك. اول شيء رح اخذ فلات براش ورح اخذ من سو هوت باليت هذا اللون اللي اسمه سانست، فيه لمعة كتير خفيفة ورح استعمله تحت الحاجب كمان على دمعة العين من قدام. هيدا اللون لمعته كتير خفيفة يعني على ساتن منا قوية اصلا، حتى هو بالباليت مبين انه لمعته كتير خفيفة غير لمعة اللي حده. من بعدها رح اخد بلندنج براش ورح اخد اللون توميتو يلي جاي على اورنج. صهت باليت كمان مع هيدا البراش الصغيرة، هيدا فيكم تستعملوها للالوان اللي فيهم لمعة انها سنتاتيك، وكمان هون في بلندنج. بس انا هلا رح استعمل البراش لإلي ورح استعمل اللون توميتو. اول شي لما اخدت من اللون كتير هرهر منه اي شادو، فبتكون تاخده بطريقة كتير خفيفة يعني هيك بس وتنفضه اللي بيطلع. عم حط اللون بطريقة الطبطبة قبل ما ادمج وبرجع بدمج اللون بالكريس. حاستعمل من اندلس بوسيبيليتيز باليت هذا اللون يلي اسمه راست. نفس الشيء هذا الباليت بتكون تاخذوا اللون بطريقه خفيفه لانه كمان كتير بتهرهر. رح اخذ اللون وحطه تحت اللون يلي حطيته اول شيء التوميتو هيك بقلب العظمه. هلا من فوكاليور بعتولي كمان ست براشز بقلب هيدي الباج، فيها براشز للوجه، فيها الفاونديشن براش، باودر براش، وهي فيكم تستعملوها كونتورينج او هايلايت، وهي فيكم تستعملوها برونزر بلاش كمان كتير حلوة، وهي لتثبتوا فيها تحت عيونكم. وكمان هيدا البراش فيكم تعملوا كمان فيها كونتورينج. هولي كلهم من فوكاليور. كمان فيها براشز للعيون، بيجي معها أربع براشز للعيون، واحدة تعملوا فيها بلندنج وتحطوا فيها اللون، كمان بلندنج براش، هيدي فيكم تحطوا فيها اللون اللي فيه لمعة، كمان شادر براش بتجي كتير صغيرة، وهي للحواجب أو للأيلاينر. حاستعمل هلا كمان هول البراشز للعيون. سو حاخذ البلندنج براش فاضي ما عليها شيء وراح ادمج الالوان كلها مع بعض. حرجع اخذ بلندنج براش بتجي فلات شوي وراح اخذ اللون البني الغامق اللي اسمه تشوكو فيس، راح احطه بقلب الكريس، هيك بكون عم غمق الكريس اكثر. كمان عم حط اللون على الجفن المتحرك، برجع باخذ البلندنج براش اللي استعملتها قبل وبدمج الاطراف. عم برجع اخد اللون راست وعم بحطه على خط الجفن التحتاني. عم برجع اخد لون باناكوتا اللي بيجي لونه مشمشي اكتر وعم بدمج فيه لون راست اللي بيجي لونه اورانج محمر. برجع ببلندنج براش المدورة رح ارجع ادمج الالوان مع بعضها.
للون الازرق محتاره بين لونين، محتاره بين ميرميد تيرز اللي باندلس بوسيبيليتيز باليت او هيدا اللون الازرق يلي اسمه دايفينج بسوهوت باليت. فعملت سواتش للونين، هيدا ميرميد تيرز وهيدا دايفينج. هلا رح اخذ هيدي البراش، هيدي البراش صغيره، ورح رش عليها روز تو او من فيل 22، ورح اخذ اللون الازرق يلي اسمه دايفينج بسوهوت باليت، رح احط اللون على الجفن المتحرك. على فكره غيرت البراش واستعملت البراش اللي جاي معها بالباليت، هديك شوي حسيتها قاسية، حلوة إذا بدكم تعملوا كات كريس وتقصوا فيها الجفن بالكونسيلر. رح أرجع أخذ هذا اللون اللي اسمه Date Night من Endless Possibilities Palette. هذا اللون الأزرق بيجي غامق شوي، عم بحطه تقريباً على آخر العين، عم بدمجه مع اللون الأزرق يلي حطيته قبل. هلأ بأخذ Blending Brush كتير صغيرة، ورح أخذ اللون شوكو فيست اللون البني، ورح أحطه على آخر العين بشكل V. بنفس البراش رح اخذ بشكل خفيف اطراف اللون الازرق، ادمجهم باللون البني. بعدين عم استعمل قلم كحل من ليدي لولا باللون تركواز، عم حطه بقلب عيني، وكمان رح ظهره شوي على خط الرمش التحتاني بس هيك بين الرموش، لانه هلا بدي ارجع ادمجه. رح ارجع اخذ هيدي البراش اللي كتير صغيره، واخذ شوي من اللون الازرق اللي حطيته، وراح ثبت اول العين. رسمت ايلاينر، كمان حطيت اللاشز واستعملت من سمرا لاشز، لاشز بستايل هدى، هيدول هن هيك بيجوا فلافي وعبية، كمان فيكم تحطوا لاشز اخف اذا بدكم، كمان بيطلعوا حلوين. هلا بستعمل الماسكارا، حاستعمل من ريمال الوندر ليكس ماسكارا، كمان حاستعملها على رموشي تحتانية. هلا رح استعمل من NYX HD Finishing Powder، رح اخذ هاي البراش حتى استعملها تاني ضوي فيها تحت عيوني ونظف الاي شادوز اللي هرهروا تحت عيوني. بهيدي البراش فينا نستعملها للكونتورينج او حتى للهايلايتر، حاستعملها للهايلايتر، وحاستعمل هايلايتر يلي اسمه كوكي من بنفيت. وبهيدي البراش فيكم تستعملها للبرونزر او للبلاش، رح اخذ البلاش اسمه كوراليستا من بنفيت باليت، البراش كتير ناعمة على الوجه. بعدين رح اخذ الكومباكت باودر، هيدي من جورجو ارماني، اي كومباكت باودر انتو بتحبوها وتكون هيك خفيفة وما بتعطي تغطية لبشرتكم، فباخد الباودر براش من فوكاليور كمان، ورح اخذ من الباودر وبدمج كل شي مع بعض. هلا رح اخذ الليب لاينر من ليدي لولا اللي اسمه سانكست، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الميك اب لوك. بالنسبه لفوكاليور براند كتير حلوين البراشز تبعولها، بيجوا كتير ناعمين وهن سنتتك بنفس الوقت. بالنسبه للباليت، اول شيء الاندلس بوسيبيليتيز باليت كتير حلوه، بالبلندنج كتير حلوه، المات والشمر كمان حبيتها كتير، والسواتش تبعولها كتير حلوين والوانها حلوه. بالنسبه للسوهوت باليت ما حبيت الالوان المات تبعولها كتير، بالبلندنج بيروحوا ابدا ما حبيتهم، بس الالوان الميتاليك والالوان الشمر اللي فيها كتير حلوين. بالنسبه للليب لبستيك يعني انا استعملت اليوم من فوكاليور هذا اللبستيك اللي بيجي كريمي، كمان كتير حلو اللبستيك اللي عندهم، كمان المات لبستيك انا ما استعملته، اسمه تشستنات، هفرجيكم سواتش لإله، ما استعملته بس هذا بيجي مات يعني بضاين كتير على الشفاف وبيجي ليكويد لبستيك، سو هذا هو سواتش للبستيك اسمه تشستنات، كمان رح استعمله هلا فوق اللبستيك اللي حطيته تفرجيكم اياه كمان. فهذا هو الليبستيك، كمان حلو هذا الليبستيك، كبراند كتير حلوة، أسعارها كتير حلوين، أسعارها كتير affordable يعني كتير 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 خاص، منهم غاليين أبدا وحلوين كمان. إذا حبيتوا هذا الميك اب لوك ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل إذا كنتوا أول مرة عم تحضروا القناة، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي هنا انستغرام وفيسبوك، وأنا بشوفكم الأسبوع الجاي بفيديو جديد. Thank you for watching. Bye.